معانا عبر الهاتف الان كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي. يا كابتن حمد مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كريم ربنا يبارك فيك يا حبيبي. لسه كنت بقول منذ لحظات الاسماعيلي عمل مباراه محترمه النهارده قدام الاهلي وكان خطير على مرمى النادي الاهلي، ولولا تالق مصطفى شوبير كنت مؤكد هيطلعوا بنتيجه ايجابيه على الاقل التعادل. والله بحمد ربنا يا كريم، يعني مباراه جيده جدا للعيبه، عدد من الفرص كان ممكن تخلص بيها المباراه. انا يعني مش عارف اقول ايه، لكن بقول ان انا زعلان. احنا بنلعب فرقه كبيره طبعا النادي الاهلي، لكن انا زعلان ان النتيجه كانت ممكن تكون احسن من كده. لكن لازم تبقى انت عندك الرغبه اكتر من كده بقى كريم، وبقى عندك جلد اكبر من كده ان انت تخلص المباراه وتخلص. لكن في الاول وفي الاخر يعني هي دي كره القدم، وبحمد ربنا وبقول برضو مش كل مره هقول في المباراه ان احنا بنلعب اداء جيد وبعدين تخسر او تحصل نتيجه سلبيه. لكن انا ما اعرفش يعني التوفيق غايب عننا. انا بالمناسبه عاده يعني بنتكلم مع بعض كثير من المباريات الاسماعيلي، حتى المباريات اللي بيخسرها الاسماعيلي او بيخرج متعادل، ما كنتش بسمع صوتك حزين لهذه الدرجه. اشمعنى النهارده تحديدا زعلان قوي؟ والله يا كريم، لان بيبقى يعني النهارده عدد الفرصتين ثلاثه اللي جم النهارده فرصتين ثلاثه سهلين، يعني يخلصوا بسهوله، يعني ما فيهمش صعوبه وانت بتتعامل معاهم. لكن ما اعرفش التوفيق، يعني ما عندنا اثنين لعبد الرحمن مجدي، واحده انفراد صريح والشوط الاول، الثانيه الشوط الثاني من جوه السته وعبد الرحمن اتعامل معاها. ولكن مصطفى يعني شوبير كان، يعني انا بقول بحيي مصطفى شوبير، لان لو مصطفى شوبير ما اعرفش يعني مش موجود النهارده كان ممكن يحصل ايه او النتيجه تبقى ازاي. لكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب فرقه كبيره، وكان نفسي يبقى فيها نتيجه ايجابيه كريم، لان دي هتفرق مع اللعيبه نفسيا. لان ببقى يعني ما اعرفش مش عايز اقول كل مره بنلعب اداء جيد والنتيجه سلبيه. ان شاء الله انا بقول الفرقه ديت يا كريم مباريتين بس تكسبهم يبقى في 6 بونت فيهم، صدقني الفرقه دي هتلعب كوره ونبقى مبسوطين وهما بتلعب كوره محترمه يعني ان شاء الله. احنا شفنا اكتر من عنصر في الاسماعيلي النهارده مبشر جدا يا كابتن حمام، مش النهارده بس يعني طوال الموسم يعني، بس تحس اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط، انه في اهتزاز نفسي ما في الفريق، مش راكز، مش ثابت. الاداء حلو، في كوره حلوه بتتلعب او في اداء تكتيكي مميز موجود، بس تحس انه في دايما توتر بدون داعي. ما والله يا كريم يعني بنحاول نخلص احنا اللعيبه ديت، وحتى دايما يعني بنتكلم وبتحمس اللعيبه بتاعتك وتوديها في الاتجاه الايجابي، ان انت دايما بتلعب في نادي كبير، انت النادي الاسماعيلي نادي كبير لا يقل عن اي نادي في مصر، ولازم تبقى انت على قد المسؤوليه وانت لعيب كبير. يعني بنحاول نخش في الحاجات اللي فيها ايجابيات للعيبه عشان تبقى عنده طاقه ايجابيه. لكن جوه المباراه بتحصل يعني يدخل فيك هدف زي بتاع النهارده الاولاني دوت، عارف انت لما بتخبط في حد وتتحول، فممكن دي بتاثر نفسيا على بعض اللعيبه، فبنحاول نقومهم. كابتن ايهاب غير شكل اللعب حوالي مرتين ثلاثه في جوه اللعب مع اللعيبه، بحيث ان اللعيبه تبقى دايما فايقه جوه الماتش. والحمد لله يعني انا بقول ان احنا سيبنا الكوره شويه النهارده وده كان مقصود مننا، لكن كان عندنا التحولات بتاعتنا ازاي نروح وازاي نعمل عدد من الفرص، وده اللي حصل النهارده. لكن انا بقول لازم يبقى فيها توفيق اكتر من كده، ولازم يبقى فيه رغبه من اللعيبه اكتر من كده ان انت تكسب المباراه.